السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا، لأنه نحن منعرف قديش السوريين لبعض وقديش قلبهم على بعض، عملنا هاي الحلقة لنحكي فيها شوي عن المبادرات الرمضانية، مو من باب الانتقاد أبدا لا سمح الله، بس من باب النصيحة، لأنه منعرف مدى الإخلاص اللي عم يشتغلوا فيه. كتير من أهلنا السوريين بيتنشطوا برمضان وبهموا على الأعمال الإنسانية، وهذا شيء حلو كتير، وعم نشوفه من خلال مبادرات رمضانية سنوية. من أشهر أنواع المبادرات هي توزيع الوجبات الرمضانية، وغالبا هاي الوجبات بتكون وجبات جاهزة ومغلفة بيتوزعوا بطريقة معينة على الناس الفقراء. هلأ نصيحتنا الأولى هون، خلونا نفكر فيها مع بعض. بدل الوجبات الجاهزة، إذا منوزع مواد أساسية مو ممكن تكون أحسن للناس المستفيدين لعدة أسباب. مثلا بدل ما نوزع رز ببازاليا منوزع رز وبازاليا، بيطبخوها المستفيدين بمعرفتهم، يمكن يطبخوها على 3 أيام أو 4 أيام بدل ما يأكلوا منها بيوم واحد. ممكن يكونوا مثلا مو من هواة الرز ببازاليا فبيطبخوا شي تاني بيعجبهم أكتر. الفكرة أنه لما نوزع مواد أساسية ممكن تمد أكتر مع الناس. النقطة الثانية بتتعلق بالتوزيع، ياريت يكون التوزيع مدروس، يعني ما نوزع كل يوم بنفس المكان، الأحسن أنه كل يوم نوزع لمجموعة غير اللي وزعناه لها باليوم اللي قبله ليوصل الخير لأكبر شريحة ممكنة. ومن الضروري كتير التنسيق بين المجموعات والفرق العاملة بالمنطقة الوحدة والاتفاق على مناطق التوزيع، مشان ما تتكرر حالات أنه مناطق عم يتوزع لها من أكتر من جهة ومناطق ما عم يوصل شيء أبداً. فالتنسيق والتعاون كتير مهم، لأنه بالنهاية كلياتنا عم نشتغل لنفس الغاية الإنسانية. النوع الثاني من المبادرات هي الأنشطة اللي بتتعلق بالأطفال، واللي للأسف جزء كتير منها عم يكون غير مدروس وعم يكون مجرد تضييع للوقت والجهد والمال. مو غلط إذا استعنا بمختصين تربويين ونفسيين يكونوا مستعدين للتعاون معنا، يوجهونا على أنواع النشاطات اللي ممكن تساعد الأطفال بهالمرحلة وبهالفترة وبهالمنطقة. وكمان على هذا الصعيد التنسيق مهم كتير لحتى نوصل ونقدر نساعد أكثر عدد من الأطفال. هدول كانوا كم نصيحة على السريع، منتمنى يكونوا خفاف على قلبكم وما تتضايقوا مننا وتستفيدوا منهم، لأنه مثل ما قلت لكم بالنهاية كلياتنا عم نشتغل لنفس الهدف الإنساني، وهو مد إيدنا بالخير لأهلنا السوريين. فضلوا بخير ورمضان كريم. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.